إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على ذات الطاعة، ومن عاش على المعصية ولم يتب إلى الله مات على نفس المعصية وبعث على ذات المعصية. وآخر يكره القرآن، فإذا ما أسمعوا القرآن قال لا 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 أريد أن أسمع إلى هذا الصوت وإلى هذا الكلام، وظل هكذا حتى نام على فراش الموت. يقسم لي بالله أحد طلابنا في مدينة المنصورة أنه لما سمع أهله في يوم من الأيام يصيحون ويصرخون صعد إليهم في الشقة التي تعلو بيته، فقالوا بأن والدهم يموت يحتضر. يقول لطالما ذكرت هذا الرجل بالله ودعوته إلى الله فلم يتأثر، ولطالما آذاني بصوت الغناء وقلت له مرات إذا كنت مصرا على سماع الغناء فأخفض الصوت، أنا لا أريد أن أسمع. يقول وكان يصر على إيذائي. وفي هذه اللحظات قلت لأولاده لازلتم تصرون على صوت الغناء؟ في هذه اللحظات يقينا توجد ملائكة لله في البيت، فضعوا شريطا للقرآن. قال فطلبوا مني أن أنزل لآتيهم بشريط من القرآن، فنزلت وأتيت بشريط من القرآن ووضعته في الكاسيت أو التسجيل. يقسم بالله يقول والله في لحظة صحوة بين السكرات والكروبات، وإذ بالرجل يفيق ويصرخ لا 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 أريد أن أسمع هذا الصوت ولا أريد أن أسمع هذا القرآن، اتركوا الغناء فإنه هو الذي ينعش قلبي. ومات وهو يردد هذه الكلمات اتركوا الغناء فإنه ينعش قلبي. اللسان مغرفة القلب، ولا يظهر على لسانك أثناء احتضارك إلا ما وقر في قلبك وإلا ما ملأ قلبك. لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت، وتلاشت في زوايا